يعني المشكلة أنه اليوم إحنا عندنا منتج محلي، وعندنا حقيقة زراعة كافية، وعندنا منتوج من البيض واللحوم وغيرها، لكن للأسف أن هناك منافذ مفتوحة عدم السيطرة عليها من قبل الحكومة، وهذه المنافذ الحدودية يوميا، وأيضا عن طريق كردستان تأتينا هناك منفذ باشماغ، هذا ما ممكن، ولحد الآن الحكومة لم تستطيع السيطرة، مما يؤثر على منتوجنا المحلي والاكتفاء الذاتي. فهذا الموضوع قد ناقش فعلا، واخذنا اجراءات بوضع تعريفه جمركيه على المستورد، وايضا ارسلنا او استضافينا ابو المنافذ الحدوديه وابو هيئه الجمارك لمناقشه هذا الموضوع، وما زلنا لانه لم يحصل نتيجه لحد الان. ان شاء الله ستكون هناك استضافه جديده الى المنافذ الحدوديه وايضا الى هيئه الجمارك للوقوع على هذه المشكله، والمنتجين لدينا والفلاحين بيتضررون كثيرا بسبب فتح الحدود.